We and our partners have not been able to move any further aid into Tigray by road since the convoy, some 20 trucks with food and nutrition supplies and one fuel tanker arrived between April 1st and 2nd. ونحن وشركاءنا من جمعيات إنسانية نعمل معا لكي تصل المساعدات الإنسانية لشعب تيغراي. وفي الأسبوع الماضي لقد حاولنا إدخال مساعدات المواد الغذائية وشاحنة نقل الوقود منذ الأول والثاني يوم من أبريل، لكننا لم نستطع. أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن بعد اتفاقية هدنة السلام التي حدثت في اليوم 24 شهر مارس 2020 بأن تدخل المساعدات إلى تيغراي، ولكن لم تدخل إلى الآن سوى 20 شاحنة فقط. صرحت الأمم المتحدة أن قوات العدو منعت دخول المساعدات، وصرح ستيفن تجار قائلا في الأسبوع الماضي لم تتم إدخال سوى 20 شاحنة عن طريق منطقة سمرة، وأن الشاحنات الأخرى منعت الدخول من قبل قوات العدو. We and our partners have not been able to move any further aid into Tigray by road since the convoy, some 20 trucks with food and nutrition supplies and one fuel tanker arrived between April 1st and 2nd. نحن ومن يساندنا لم نتمكن من إدخال المساعدات اللازمة إلى تيغراي، وفي الأسبوع الماضي استطعنا أن ندخل فقط 20 شاحنة عن طريق سمارة، وتم إيصالها إلى مقله منذ آخر مساعدات وصلت في شهر ديسمبر. وقالوا أيضا إلى الآن شعب تيغراي الذي يعد بالملايين يحتاج إلى المساعدات في أسرع وقت ممكن، وأن قوات جيش أبي أحمد يريدون تطهير عرق شعب تيغراي بمنع دخول المساعدات إليهم. وصرحت وكيلة حقوق الإنسان في القرن الأفريقي لاتيشا بادر أن الحصار الذي فرض على شعب تيغراي يعتبر من أكبر الجرائم في العالم. الشاحنات التي دخلت إلى تيغراي كانت في الطرق لأربعة أشهر بسبب الانهيار السياسي. صرح ستيفن تجارك بأن الوضع في تيغراي يزداد سوءا بسبب إغلاق البنوك، الكهرباء والاتصالات وغيرها من الخدمات، وقال أيضا أنهم يواجهون صعوبة في مساعدة الناس. Humanitarian organizations in Tigray face growing challenges in reaching people in need due to shortages of essential supplies as well as continuing suspension of basic essential services including banking, electricity and communications. منظمات المساعدات الإنسانية التي توجد في تيغراي تواجه صعوبات بسبب عدم وجود الأدوية والاتصالات والكهرباء وغيرها من الخدمات، وأن شعب تيغراي الذي يعد بالملايين لا يستطيع الحصول على المساعدات اللازمة. We documented very clearly how the effective siege in itself is a violation. نحن نساند أن الحصار الذي فرض على شعب تيغراي تعدى حده ويعتبر من أكبر الجرائم في العالم، وأن هذه الأوضاع تشغل تفكيري وأنه يجب أن تصل المساعدات للجهات الصحيحة. وأوضح الدكتور تيدروس أدحنوم بأن الحصار الذي فرض على تيغراي هو الأطول والأسوأ في تاريخ العالم. The longest and the worst siege in modern history. أصبحت تيغراي في حصار لما يقارب 500 يوم بسبب قوات جيش إثيوبيا والجيش الدكتاتور إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، وأن هذا الحصار الأطول والأسوأ في التاريخ. في البيان التي قدمته حكومة تيغراي بأن اتفاقية دخول المساعدات تم حظرها بمعاندة سياسية، وأنه يجب على المجتمع الدولي أخذ الإجراءات اللازمة بحق قوات جيش العدو.